وضع محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ على مساحة 30,000 متر مربع. وأكد محافظ كفر الشيخ أن المصنع الذي يخدم عددا من المدن سيتم تنفيذه خلال 22 شهرا ضمن مشروع تطوير مصرف كوتشينر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.